سمع المواطنين يبغى يتواصل مسؤول باش يخدم. اللي كنت نقول لكم ملي كانت ديروا حمله انتخابيه كنت نقول لكم ردوا البال، راه البرلماني بحال شي واحد غاترسلوه يرد المديا. الا انتو ما عطيتو شي كبير دفعتو شي واحد، كنت نقول لكم الا مشى شي واحد دا شي بكويديمه صغيره راه غادي تكيو في المديا، راه خاص لي يدي شي مدير كبير باش يرد المديا لهنا. هادشي اللي كنت نقول. الحمد لله المشكل هي المشاكل الكبيره كتعرفوها كلكم. 4 سنين ما يمكنش تقاد البلاد اللي كان فيها التخريب 40 50 سنه. ما بحال شي واحد لاقت لكم رد يرد المديا خاص بعدا يقاد السواقي، السواقي الكبار السواقي الصغار خاص يحذي المديا، هي اللي تبدا تسقي الشجر. اشنو هما هاد السواقي؟ بني ملال كانت معزوله، هاد المنطقه ديالنا كانت مهمشه معزوله. الحمد لله لوطور دارت، المطار خدام، تدار الدراسه دروك ديال التران باش التران الواتزم، تدار الدراسه ديال لوطوروت لمراكش، طريق ديال ايميل شيل باش تمشي تال الرشيده كيتصوب، طريق ديال السكوره باش تبقى تال الورزازات تتزاو تتصوب باش هاد المنطقه تكون. واحد كان من الدار البيضاء تيبغي يمشي للرشيديه ما يدوش على بني ملال، بني ملال كانت معزوله، هي وسط المغرب ومعزوله. الان هاد الهيكلات هاد المنطقه هي العنصر الاساسي، شكون غادي يجي يستثمر في معمل؟ ما كاين طرقات، ما كاين تران، ما كاين مطار، تروح تيجي يستثمر، ضروري تكون البطاقه. الا ما خدمتو الفلاحه ما يخدمش. الا باغينا نجيبو المصانع وكل شيء خاصنا نطورو الكليات، خاص الطرقات، خاص المطار، خاص التجهيزات الاساسيه. الحمد لله الكليه الان الحمد لله كان شي واحد فيكم تيحلم تكون عنده كليه الطب ويكون المستشفى الجامعي ديال بن سينا هنا في بني ملال، ما كانش شي واحد تيفكر فيه. الحمد لله الان شرعنا كليه الطب هنا في بني ملال. بالنسبه للطلبه، الطلبه ملي جيت كانت 182 الف طالب اللي كانت عندو الملحه، هاد العام 332 الف، من 132 332 الف. الميزانيه ديال الطلبه ديال المنح كانت 700 مليون، هاد العام 2 مليار ديال الدراهم، 3 مرات داكشي اللي لقينا. بالنسبه للطلبه اللي كاينين هنا لايف اس تي مع لو اس تي ان شاء الله الشهور المقبله غتولي بوليتكنيك بني ملال، باش بني ملال تكون عندها الى جا المستثمر يلقى اليد العامله. ما يمكنش يجيك المستثمر ما كاين طريق ما كاين خبره، اذا كتبني واحد هاد المنطقه كتبنى للمستقبل، لان هادشي كون دار بحال شي واحد تيبني. إلا جيت لقيتها الدار غتبقى الدار، إلا جيت لقيتها مخربة خاص تهرس وعاود تبني. 4 سنوات ما كافياش المجال، وأنتم كتعرفوا 4 سنوات كاين ما قادش يبني دارو في 4 سنوات. بالنسبة للطلبة، كان الطالب كيمرض كيتغيب مشى، الآن دارت له التغطية الصحية لكل شيء طلبة المغرب. علاش؟ المستقبل ديال البلاد هما الاولاد ديالنا، الى قراو مزيان كاين مستقبل ديال البلاد، ما قراوش مزيان ما كاينش مستقبل ديال البلاد. كوريا راه ما عندهاش المعادن، ما عندها فلاحه، عندها الراس. ما اهتميناش بالشباب ديالنا، هذا الاهتمام اللي ما اهتميناش بالشباب ديالنا ما جابش لنا استثمارات. البلاصه الناس اللي قراو ولادهم كاين استثمارات، اللي ما قراوش ولادهم ما كاينش استثمارات، وهذا هو المشكل. اذا خاصك تعالج المشاكل اللي دارت في هذه البلاد هي اللي تبدا تجني الثمار ديالها. هذيك ديال راه اللي قرا غرسوا فاكلنا ونغرسوا فياكلون، داكشي اللي غرسوا اللي تاكلوا الان ما خدموش مزيان. نعطيكم نماذج، هذه 4 سنين كان عندنا في المغرب 5 ديال الكليات ديال الطب، 5 في المغرب كله.
ما نخرجوا ان شاء الله حتى تولي خمسه اخرى هي 10. اذا في 4 سنين تاريخ المغرب كله حنا دوبلنا في 4 سنين. لان واحد مريض هنا ولا مريض في زيلان خاص يجري حتى الدار البيضاء وما يسد الدار البيضاء حتى ان شاء الله حتى الله. هما ساكنين حداهم مع المستشفى حداه غير هاد المناطق كلها كانت مهمشه. اذا هاد البنايات الكبرى اللي هي مكلفه بزاف تعرفوا السي اش يو المستشفى الجامعي 2 مليار ديال الدراهم، 200 مليار سنتيم المستشفى الجامعي. هاد المدارس اللي كنبنيو فيها تجهيزات قويه مزيان كليه الاداب. علاش كليه الاداب؟ 4 د الحيوط سقف استاذ كانت رخيصة، ولكن باش دير مدارس ديال التكنولوجيا خاص الآلات فيها مكلفة، دارو في جهة أخرى ما داروش هنا. إذن ها المشاكل الهيكلية اللي خلات هذه المنطقة على هذه الحالة. الآن هناك استثمارات ضخمة تجي تجي هذه المنطقة إن شاء الله، ولكن إلا ما جاش الماء إلا ما جاوش المعامل ولادنا ما يلقاوش الخدمة، غادي يمشيو يقلبوا في الخدمة برشاوي في الدار البيضاء. بالنسبة للمشاكل الاجتماعية، البطالة الشباب كثير، الشباب عاطل، حنا واعيين به. أكبر مشكل في المغرب هو البطالة، أكبر مشكل تنعاني منه هو البطالة، والبطالة ماشي الوظيفة. اش كانوا تيديروا؟ أجي أنت دخل، أجي أنت دخل، تنعرف هذا تنعرف هذا. أولا دروك الآن اللي ما دوش الامتحان ما يدخلش، باش كل المغاربة كيف كيف. ماشي هذا ولد فلان دخل، هذا ولد فلان ما يدخلش. خاص الشفافيه وخاص الثقه ديال المواطن تكون في البلاد ديالو. الا ما عندناش الثقه في البلاد ديالو ما غاديش نمشيو للقدام. غادي يقول لك واش انا هذاك مواطن، انا ماشي مواطن، علاش ولد هذاك خدم، علاش ولد ما خدم. كلشي بلاد المغاربه كيف كيف. المشاكل الاجتماعيه كثيره وكثيره وكثيره. كالمتقاعد كانت عنده 500 درهم في الشهر، ابتداء من هاد السنة غتولي 30,000 ريال الحد الأدنى. ما يمكنش متقاعد يشد أقل من 30,000. ما تقولي شحال من متقاعد، ولكن المشاكل راه تتعجب شوية بشوية. المشكل هي كل واحد غتبدا منه. نسى مرا مطلقة ماتلها الزوج خلا ليها 7 د الوليدات، تتجي تتسعى تتبداو تجمعو لها شوية شوية، كتقرا ولادها عندها 7,000 ريال للولد، حدود 3 د الولاد، هي تكون عندها 21,000 ريال شهريا تشد مانطا ديالها. المرأة المطلقة اللي عندها الوليدات تيقرا والراجل ما تيعطيهاش ليصانة حتى هي غتشد نفس الشيء. هاد المشاكل الاجتماعية تتعاد شوية بشوية. علاش؟ علاش شوية بشوية؟ لأن الميزانية هادشي اللي فيها. واش كرهت شي حكومة حل المشاكل كلها بشهر؟ لأنها كون سهلة كون دارت. لأن الميزانية ديال الدولة بحال الميزانية ديال المنظمة الدار، خاص هادي خاص هادي خاص تبدا شوية بشوية. إذا الميزانية ديال الدولة هاد العام الحمد لله أول سنة المغرب ما غاديش يجي في المديونية، كنا كنتسلفو كناكلو. تسلف وفكروا معايا شي واحد منظف كيتسلف وداكشي اللي كيتسلف اكثر من الدخل ديالو. شي نهار ما يقدش يرد الديون، الا ما قدش يرد الديون، الا كان الفرد تيدعي وتيدي للحبس، الا كان الدوله تا واحد ما بقى يسلف سريع غتموت بالجوع. هادشي اللي كنا وصلنا في 2012 2013، ما مكانش بقى الثقه في المغرب يسلفوا شي واحد. هاد العام الحد السلف ابتداء من السنه المقبله غادي يتراجع الدين ديال المغرب، ماشي الدين، الدين باش نعتمدو على راسنا. خاصنا نزيرو السنطه، ولكن ماشي الفقير اللي خاصو يزير السنطه، مزيرها هي داير حجره. راه كنت نقول لكم باش تضحكو شويه، ماشي مالكان اللي داروا داك
البنو ديال تيبلس سي مدام الطريف راه المغاربه شي كلوسه تبرها ما تربط ما تطرق. هذا هو المشكل. الناس كانوا مولفين المال ديال الدوله المال ديالهم ماشي امانه، ماشي المال ديال الدوله امانه، كل مال ديال الدوله امانه. ما يجيوش يشريو الاصوات الناس اللي كان جا باغي يخدم المجتمع وباغي يزير السلطه، علاش كيشري الاصوات؟ علاش كيعطيني فلوس؟ لان المال ديال الدوله باغي له الطريق، الخابيه خاصو يوصلها. في الفيران بكري راه الزيت كان تنديرها الكلاب وتنديروها الدرك ياك تنغطيو الدرك ولا دخل الفا هادو راه فيران تيمشيو يخمجو لكم كلشي. هذا هو المشكل ديال البلاد. ولاد قناه وانا عارفه راه حتى منين جيت دروك مشيت للمدرسه قلت لهم فين داك ديسبونسير فين ديك الفرمليه الجزائريه المستوصف اللي كانت هنا المستوصف شكون باقي تيتذكر خيره لان حنا من ولاد برك مودي كنا تنجيو هنايا ما كناش. اذا عندي اصدقاء قرينا جميع هنايا هاد المنطقه منطقه فلاحيه. البرنامج ديال الفلاحه ما وصلش مزيان هنايا، حنا كنضربو كذلك داك الدعم اللي تيكون في جهه اخرين يجي كذلك هاد المنطقه خاصة في هذه المنطقة الجفاف، مشاكل الجفاف، الحكومة مقررة 5 مليار ديال الدراهم، راه بكير انقلب، قال لك أنا تنفكر واش الفقير غادي يوصلوا شي شوية، ولا كل واحد يرد المدية من جهته، ها العين فيها الماء، ها الشجيرة يا بسيدي، ها المشاكل، هو تتجي الميزانية ما تتوصلش الفقراء. هاد الانسان اللي غادي يشدو غادي يعطيو الحساب ديالهم غادي يجيو من المنظر البنكة باش لان انا جابها لشي واحد مع شحال يوصل. اذا هاد المشاكل عايشينهم يوميا، هاد المشاكل عايشينهم يوميا. الان المغرب الثقه اللي رجعت للمغرب بعد 4 سنوات حتى مدام كلينتون دماريكا راه قالتها هذه شهادة من عند اخرين. الان الاستثمارات جاية للبلاد والله العظيم كما حلفتوني جاو عندي قالوا المشكل ديالكم المغرب ما عندكمش العدد المهندسين والتقنيين الكافيين. اي هادشي اللي كاين الا باغي تجيب غير 5 الشركات ديال الطوموبيلات هادشي اللي صوبنا ديال الشباب اللي عندنا ما كافيهمش دوبنا عندهم تخصص. اذا خاصنا نضربوا هاد التخصصات اللي جايه هنا باذن الله ان شاء الله حنا كنضربوا باش نجيبوا التخصصات ديال السيارات والتخصصات ديال الطائرات. اللي تخرج من تما ما فيهش البطاله، حنا ما بقاش تنبني الكليات اللي يخرجوا البطاله. بحال كنضحكوا على المواطنين، انا كنقري لك ولدك ولكن غدا راه راجع لك عاطي. هادشي اللي عندنا كافي، عندنا الحقوق عندنا الاداب هادشي اللي عندنا كافي. خاصني ناس في المجالات اخرى، لان ما يمكنش مول القانون ولا مول الاقتصاد ولا مول الادب يغطي لي الحاجيات. لا، عندنا حاجيات اخرى هي غاليه لان تيخدم على الالات. انا ساهل نبني كل بلاصه نبني كليه الحيط سقف معلم استاذ هذه سهله، ولكن الاستثمارات اللي في التكنولوجيا اللي كاينه داخل الكليات اغلى من الحيط. إذا كانوا تيديروا لنا الرخيصة والغالية داو الجهد، حنا كنضربوا أن هاد المنطقة تكون عندها نفس الحقوق. درو كاين خريجة وكاين بنين لالا جوج من جوج الأقطاب هما اللي مهمين على مستوى الجامعات. بالنسبة للاقتصاد العام ما قالوا